السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن طريقة استخدام مكتبات خارجية، يعني مئات المكتبات الخاصة بالأندرويد ستوديو. ممكن تتعامل معها أنت تجربة وتتعامل معها داخل الأندرويد ستوديو. فاليوم راح نجيب مثالين بسيطين، أو مثال هو للتعامل مع الصور، يعني كيف قص الصورة وبعدين وضعها بالفورم اللي عندك. يعني جلب صورة من الستوريج بالهاتف وضعه عرضه، طبعا قص الصورة بطريقة أي طريقة كان، ووضعه عندك على الهاتف كما مبين هنا. عملنا فقط image view هنا بهذا الشكل، عملناه عن طريق الـ SRC لهذه الأيقونة vector image وانتهى الأمر. حاليا نضغط على هذه الـ ID ماله pick، نضغط عليها راح يودينا على الستوريج الخاص بالهاتف، نختار صورة معينة نعمل لها قص للصورة راح تظهر هنا مكان هذه الأيقونة أو الأيقون الـ vector image. أتمنى تكون هذه الفكرة واضحة. يعني طبعا العملية جدا سهلة عن طريق استخدام مكتبة، احنا كنا عملناها بالكورس الخاص بالفاير بيس، عملناها بدون استخدام مكتبات خارجية، يعني كلها داخل الـ IPI الخاص بالاندرويد ستوديو. العملية كانت شوية بها تعقيد، يعني اللي كنت تابع الفيديو وكنت تابع فيديوهات وكنت عملها هو سابقا، العملية بها قليل من التعقيد. يعني هنا الابسط بكثير، يعني احنا حاليا ما راح اكتب تقريبا ولا كود، انا كوبي بيست راح اخذها من الموقع مع المكتبة، ابين لك كيف تكون كيف سهلة. يا عملها تقريبا كلها كوبي بيست، طبعا هي بجافا وانا هكتبها بكوتلن ايضا، حتى لا احد يقول انه مثلا انه انا ما اعرف جافا معي. حاليا انا قاعد الصور، فانت تبحث عن مكتبات ومطيت تبحث عن المكتبات، يعني تبحث انت المفروض شويه تتعب بالبحث، يعني لان اذا مكتب مثل ما تعرفه ما راح تبحث عنه مباشره، لازم تعرف هدف المكتبه ايش حتى تعرف شلون تبحث. يعني فانا حاليا اريد اجيب الصور، تعمل مع libraries for image cropper، يعني حتى يقص الصورة وتقطيع الصورة for Android. اضغط انتر، طبعا تظهر لك عدد من المكتبات، شوف اكثر مكتبة، هذه مكتبة هنا، هذه مكتبة، هذه مكتبة، كل هاي مكتبات. انا اختار هذه، اعتقد هي الافضل. شوف السهولة، يعني بدون ما يحتاج لك لا فيديو ولا اي شيء حتى تتابعه، الامر جدا سهل من الموقع والمكتبة. طبعا هو من الجيت هاب، المكتبة مرفوعة مفتوحة المصدر مرفوعة على الجيت هاب، فقط انت تاخذها بالجريدر وتنزل المكتبه عندك بالاندرويد ستوديو ضمن المشروع مالك. شوف هاي المكتبه هنا، هذه الملفات الخاصه بالمكتبه احنا ما لنا علاقه بها. طبعا هنا يشرح لك كيف تعمل المكتبه، راح بهذه الطريقه يعني حيكون الناتج ماله، ممكن تقلب الصوره، ممكن تقطعها، ممكن اي شيء تعمله بعد ما تجيبه عندك. شوف الخطوات جدا بسيطه، اول مره تضع اللايبراري المكتبه بالديبندنسي بالاندرويد ستوديو بالجريدل بيلت اب على مستوى الموديول هنا. فهنا انا وضعت المكتبه لان ما اريد يطول الوقت، فهذه المكتبه هنا فقط امبلمنتيشن وتعمل لك كوبي بيست وانتهى الامر. اتمنى تكون واضحه الخطوه الاولى هذه. الخطوه الثانيه تعمل البيرميشن، احنا لما تاخذ الصوره من الهاتف من الستورج راح تدخل لازم بالستورج من الخاص بالهاتف، تحتاج بيرميشن، تحتاج تطبيق مالك بيرميشن من نظام التشغيل بالهاتف الاندرويد او اس. فلذلك البيرميشن هي اثنين، عندك ريد اكسترنال ستورج ورايت اكسترنال ستورج، فراح تاخذ ذا كوبي بيست، ممكن طبعا تكتبهم بكل سهوله، تعرفون تخليهم بالملف المانيفيست بالبدايه هنا داخل المانيفيست وخارج الابلكيشن، فعملناها هنا بهاي الطريقه. الخطوه الثانيه انتهت حاليا، نجي الخطوه الثالثه نضع الاكتيفيتي. انت لما تعمل هنا كما تشاهد بال من الموقع هنا، شوفونا يعمل لك اكتيفيتي حتى يجيب لك الصوره بينه وتعمل الكروب، تعمل تقطيع للصوره وتدوير الى اخره من الامور. فهذا اكتيفيتي، الاكتيفيتي ما انت راح تعمله، فقط راح تاخذه من هنا موجود، تاخذ هاي الخطوه الاخرى، تاخذ الاكتيفيتي اكتيفيتي كوبي بيست وانتهى الامر. ممكن تغير الثيم ماله، ممكن اي شيء تريد. وين تخلينه طبعا هذا؟ خلينه ايضا بالملف المانيفيست. شوف عندنا احنا الابلكيشن بينه فقط اكتيفيتي واحد اللي هو الاكتيفيتي الرئيسي مالنا اللي هو هذا، يعني الاكتيفيتي اللي هو هذا اللي بين الصورة اللي نضع بين الصورة، واضح؟ فهنا نضع اكتيفيتي اخر خارج هذا الاكتيفيتي. طبعا هذا اكتيفيتي طويل لان بينه انتنت فقط، حتى يعني يكون هو اول واحد باللانشر، هو اللي الانطلاق يكون منه اول اكتيفيتي يشتغل عند عمل التطبيق. فلذلك هنا فقط خارج هذه داخل الابلكيشن فقط تضع هذا الاكتيفيتي الاخر اللي هو جاهز. ممكن تغير الثيم ماله هنا حسب اللي انت تريده، ممكن اخليه مثل ما هو. حاليا كل شيء ما تشوف انا ما كتبت اي كود، كله كوبي بيست فقط.
بعدين نجي الخطوة الثالثة هي الستارت عملية الكروبينج، فقط تاخذ هذا ما تحتاج أي شيء غيره. شوف هذا هون الكود بساطة، حتى هذول البقية ما تحتاجي، ما شرط يعني هذا خاص بالفريجمنت، هذا خاص بعمل آخر. شوف هنا احنا عدنا الهدف، ما هو الهدف؟ لما نضغط على هذه الايمج هنا يودينا على الستورج يقطع الصورة، واضحة الشي فكرة؟ فهي الايمج البيك الاي دي ماله، نجي على ال عفوا على ال ملفات الكوتلن اللي هو المين اكتيفيتي، ممكن كل عملنا يكون داخل الاونجريت، ممكن نطلع خارجه ماكو اي مشكلة. فنعمل اون كليك لسنر على البيكتشر حتى من نضغط عليها يعني، فاسمه بيك الاي دي ماله ولو سيت اون كليك لسنر طريقة، فقط بيست هذا الكود، واضحة الفكرة؟ هذا الكود فقط راح ياخذه امبورت نعمل له ما موجود الت انتر زائد الت تعمل امبورت من المكتبة اللي نزلتها قبل شوي، واضحة الفكرة؟ فقط هذا الاكتيفيتي راح يشغل الاكتيفيتي وياخذ الصورة ويعمل له كروبينج فقط بهذا الكود، ماكو كود اكثر منه، واضح؟ لكن احنا كما تعرف لما راح ينقلنا هنا راح ينقلنا الى اكتيفيتي اخر، لما نضغط على الصورة حاليا راح ينقلنا الى اكتيفيتي اخر اللي هو هذا الاكتيفيتي. اول شيء ينقلنا للستورج يجيب الصورة، الصورة راح تظهر هنا، تظهر داخل هذا الاكتيفيتي اللي وضعناه بالمانيفست قبل قليل. فلذلك من تاخذ الصورة راح ترجع لنا ناتج، يعني هنا من تذكر من عملناها احنا بدون مكتبات نقول له ستارت اكتيفيتي فور ريزلت، يعني رجع لنا قيمة ريزلت. فهنا هاي ما يحتاج تعملها كلها مختصر، فانت لازم تعرف انه هذا وداك الى اكتيفيتي اخر. لما عمل الصورة وقطعتها بعدين لما راح ترجع على الاكتيفيتي لازم يرجع لك ناتج. هذه كيف تجيب هذه؟ هاي لازم تعمل اوفر رايد على العملية التالية. شوف هنا حاليا احنا الخطوة كملناها الثالثة، حاليا الخطوة الرابعة تعمل اوفر رايد على اكتيفيتي ريزلت، واضح؟ هذه اللي كنت تتعامل مع اندرويد ستوديو اوفا، يعني لما تتعامل مع لما تريد تروح بالانتنت يوديك مكان اخر اكتيفيتي اخر او اي شيء اخر وتريد يرجع لك قيمة ناتج، فين احنا نريد يرجع لنا اليو ار ال مال ايمج مال الصوره اللي عملناها كروبينج اللي قطعناها او اللي غيرنا عليها وجبناها، واضح؟ نريد اليو ار ام اليو ار اي ماله او اليو ار ال، طبعا هو اليو ار اي، اليو ار اي اشمل من اليو ار ال، يعني يشمل يو ار ال ضمن جزء منه. فالمهم يعني موقع الصوره بالجهاز، انت ممكن الصوره تريد ترفعها بعدين على الفاير بيس، ترفعها على ماي سكيو ال، تخزنها داخل سكيو ال لايت باي مكان، واضحه الفكره؟ وتخزن الرابط ماله اليو ار ال يعني. فاذا راح نعمل ببساطه هنا، طبعا هذا جزء من الاب كومبات اكتيفيتي، هو نعمل اوفر رايد عليها اون اكتيفيتي ريزلت، قول له اون اكتيفيتي ريزلت اون اكتيفيتي ريزلت، واضحه الفكره؟ هنا راح يرجع لك الريكوست كود. الريكوست كود ايضا احنا لما نعمل الصوره بيدنا لما نختار الصوره ايضا نضع الريكوست كود، يتذكر بالشرح وضعتوها هنا الريكوست كود راح يكون هو جاهز عندك من وضعونه. وايضا بالاخير عندك الريزلت كود يعني يقول لك اوكي انه الصوره جت اليو ار ال ماله او لا، واضح؟ فانت حتى هاي ما يحتاج تفهمها كثير، يعني انت لازم تفهمها، لكن انا هنا ما راح افهمك هي، انا اتذكر شرحته اعتقد كله بدرس اخر. فالمهم هنا فقط انت راح تاخذ، احنا عملنا له هذا العمليه عملنا له اوفر رايد، فقط تاخذ هذه كوبي بيست هنا، هاي طبعا بلغه جافا، فقط اعمل لك كوبي بيست بدون ما تكتب. شوف هو حول لك اياه، شوف لك حول لك كوتلن قول له يس، فعليا تحولت الى لغه الكوتلن، انتهى الامر. هنا هذه ما يحتاج ثلاثه يساوي، هنا يحتاج القيمه ايضا. فالمهم فحاليا شوف ما هذا ايش يقول لك؟ يقول لك if request code، اذا كان الكود هذا يساوي الكود اللي مخلونه بالايمج اللي انت وديته، اذا كان موجود يعني نفس هاي الايمج، جيب الريزلت. الريزلت ما هو؟ get activity result data، جاب الريزلت اللي هو الداتا اليو ار اي من الصوره، انتهى. فحاليا ريزلت يو ار اي هو هذا اللي يمثل يو ار اي من الصوره عندنا. فحاليا لما نريد نرفع الصوره داخل ال نضعها هنا، نريد الصوره نضعها داخل الايمج بعد ما جبناها نضعها داخل الايمج هنا، فكيف؟ تستخدم مكتبه اخرى خاصه بالصور اللي هي بيكاسو او جلايد، عندك مكتبتين خاصه بالصور بيكاسو او جلايد خاصه بالتعامل مع الصور. فتقول له هنا هنا بيكاسو فور اندرويد، شوف اول شيء ظهر لك بيكاسو سكوير اوبن سورس، هنا يظهر لك كيف تستخدم البيكاسو بهاي الطريقه بيكاسو دوت جيت، بعدين اللود الايمج، شوف اليو ار اي ماله، احنا عندنا اليو ار اي وينه؟ احنا عندنا اليو ار اي موجود، جانا من الريزلت هذا اليو ار اي عندنا، واضح؟ بعدين تقول له دوت انتو الى الايمج فيو، الايمج فيو اللي سميناها البيكر البيك عفوا اللي هي هذه الايمج فيو مالنا، واضحه الفكره؟
فطبعا كيف نستخدم البيكاسو؟ ننزل بالاسفل، طريقة استخدامه شوفونا طريقة استخدامه عن طريق اذا كان موفي. نحن عندنا بالاندرويد ستوديو الجريدل فقط هذا السطر تاخذه كوبي بيست بالجريدل موديول. شوف انا اخذته هنا وضعته البيكاسو الصورة داخل الايمج فيو ببساطة. نجي هنا قلنا هذا اليو ار اي من الصورة، فقط قل له بيكاسو دوت جيت دوت لود. شوف يقول لك لود يريد يو ار اي، اليو ار اي وهذا اللي عندنا ريزلت يو ار اي نفسه اللي رجعنا من بعد ما اخترنا الصورة وعملنا لك كروب قطعناها. بعدين تقول له انتو يعني وين تريد تخليها هذه اليو ار اي، تخليها داخل البيكر البيك او الصورة الايمج فيو مان الاي دي ماله يعني، واضح؟ البيك اللي هي هاي قلنا طبعا الايمج فيو، واضح؟ فحاليا انتهى الامر. اذا تريد اليو ار اي طبعا حاليا اليو ار اي مثلا انت ما تستخدمه مثلا داخل ال مثلا ما تقدر تستخدمه هنا مثلا. شوفون حاليا انتهى شغلنا، انتهى حاليا ما بعد نحتاج اي شيء اخر، فقط اخذنا اليو ار اي وضعناه داخل الصوره وانتهى الامر بهاي البساطه يعني. في فايل اصل البرمجيه كل شيء ما كتبنا تقريبا يعني. لكن مثلا اليو ار اي انت تقدر تستخدمه خارج الاون اكتيفيتي ريزلت، لان هذا راح يكون داخله فقط اليو ار اي لان ظاهر هنا يعني لوكال فاريبل. فممكن فقط شوف اذا نريد نستخدمه مثلا هنا ما حنطيق على سبيل المثال، شوف ما تستخدمه هنا. فايش تعمل؟ تعمل له جلوبال فقط ببساطة طبعا، تعمله على مستوى الكلاس يعني، تقول له var result uri نوعه ايش راح يكون؟ طبعا uri يساوي fun. واضحة الفكرة؟ هذا اذا احتجته خارج ال on result activity او on activity result عفوا، واضح؟ اذا احتجته، اذا ما احتجته ما يحتاج يعني. فشوف حاليا هنا مثلا نعملها مكان ما تقول له val، مكان ما تعرفها من جديد هي نفسها راح تكون اللي global. فحتى حاليا نسوي ما تريد تستخدمه، حاليا نريد نستخدمه هنا مثلا لاي سبب كان يعني، فقط اقول له request عفوا result uri، شوف تستخدمه باي مكان حاليا. واضحة الفكرة؟ أتمنى تكون واضحة. حاليا نجي أغلب التطبيق معنا. حاليا كما تشاهد فقط ظهرت أن هذه هنا الصورة، راح نضغط على الإيمج راح يودينا على يفتح يشغل ستورج يودينا المكان الخاص بها. نختار صورة من الصور الموجودة عندنا مثلا هاي الصورة، شوف اخترت هاي الصورة مثلا، واضح؟ شوف ممكن تحدد بيها ايش ما تريد الصورة، تغير حجمها مثلا، شوفونا مثلا تختار زغر الحجم مثلا طلع الوجه فقط، الوجه فقط. بعدين ادوس كروب هنا فوق حتى تقطع الصورة. شوف بعد ما قطعتها ظهرت الصورة عندي مباشرة. حاليا تقدر الصورة ترفعها بأي مكان عن طريق اليو ار ال كما قلنا. طبعا هاي من أهم مميزات الأندرويد ستوديو، من المميزات اللي بينه أو إنه هناك عشرات المكتبات، عشرات المكتبات سهل جدا التعامل معها، جدا سهل يعني. ممكن فقط تبحث عنها تقريبا بأي شيء تحتاجه، أي أمر تحتاجه، أغلب الأمور أكو عليها مكتبات. كل مكتبة بها التعليمات ماله، فقط تعرف كيف تستخدمها انت وتعرف كيف تبحث عنها. اتمنى يكون هذا واضح ومفهوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.